اهلا اهلا يا اسلام، اهلا بيك. كابتن اسامه، يعني رايك في مباراه النهارده، مباراه الزمالك والاسماعيلي، ورايك كمان، وهل تحسن اداء نادي الاسماعيلي ولا لسه الاداء مش مقنع؟ لا، هو ما فيش شك، هي تقدر تقول عليها نقطه تحول. الاسماعيلي في المباريات السابقه منذ بدايه الدوري كان واضح جدا ان في عمليه احباط، والخساره بتجيب خساره، بمعنى ان الخساره في المباريات السابقه وخساره النقاط ما فيش شك ادى لحاله سلبيه سيئه جدا عند اللعيبه. لكن انا اتصور ان وجود المدرب البوسني دراجن في يعني خلينا احطها بتعبير صحيح يا اسلام، الكره اليوغوسلافيه وشخصيه المدربين اليوغوسلاف دائما تتسم بالجديه وبالانتظام. انا برجع كده بالذاكره ايام نينكوفيتش مدرب يوغوسلافيا مع منتخب مصر، ايام ما كنا احنا بنلعب في فترة كأس العالم في السبعينات، فأدوا انطباع رائع عن طريقة أداء المدربين اليوغوسلاف وأسلوب تعاملهم مع التفكير الخططي بالنسبة للملعب وتأثيره على اللعيبة. أنا الكلام ده حسيته النهاردة، حسيت برغم من أن الإسماعيلي انهزم، لكن عودة الروح من ناحية تضييق المساحات على لاعبي الزمالك والرغبة في أن المباراة ما تبقاش سهلة لاعبي الزمالك ومحاولة أن الإسماعيلي يفوز بالمباراة، كان في نوع من الجدية في الأداء. فده معناه أن ده مؤشر كويس قوي قوي فيما هو قادم بالنسبة للاعيبة النادي الإسماعيلي. أنا هنا طبعا يهمني جدا لاعيبة الإسماعيلي، لأن وضعهم في الجدول حاليا سيء جدا. يعني فعلا احنا النهارده الاسماعيلي ادى مباراه طيبه، ولكن ما زلنا في مرحله خساره النقاط. وكره القدم زي ما انت تعلم يا اسلام، الكوره جوان، والكوره بتعترف بمين اللي كسب المباراه في النهايه. فما فيش شك ان ارجع تاني لسؤالك، ان الاسماعيلي بالرغم من انه ادى اداء طيب ولكن يفقد نقاط المباريات ووضعه سيء في الجدول. لكن هاخد الجانب الايجابي بالنسبه للاعيبه النادي الاسماعيلي النهارده، الروح. لو انا حافظت على الروح وبطريقه اداء المدرب اليوغوسلافي وتجميعه للاعبين وتوظيفهم بطريقه صح داخل الملعب، انا اتصور ان الاسماعيلي هيعدي الكبوه دي ان شاء الله. قد تكون بداية من الراوند الثاني او المباريات اللي ممكن يعني تؤدى في القسم الثاني من مراحل الجدول، جدول المباريات. اللعيبة محتاجة إعادة الثقة، الجماهير في الإسماعيلية او محبي الإسماعيلي بصفة عامة فرحانين للأداء، وطبعا تعرف جمهور الاسماعيلي يهمه جدا الاداء احيانا على حساب النتيجه، ولكن تفكير الناس ان الاداء النهارده قد تكون بدايه انطلاق او نقطه تحول في اسلوب اداء الاسماعيلي في المباريات القادمه ان شاء الله. كابتن اسامه، يعني راي حضرتك النهارده في حاله طرد بالنسبه لحسين حسين السيد، رأي حضرتك في حالة الطرد؟ لا، شوف، هو أنا ما أقدرش يعني أتكلم على حالة لعيب لحظية، يعني اللي تم بينه وبين شيكابالا والأسلوب اللي تعامل بيه حكم المباراة مع الواقعة نفسها، ده اللي بيحددها أشياء كتيرة جدا. لكن هو في شك هتكون خسارة على النادي الإسماعيلي، لأن ده لعيب لسه جاي جديد بيلعب في المركز بتاعه وليه تأثير برضه إلى حد كبير. الإسماعيلي كان محتاج لعيب في المركز ده، فبدأ على الأقل تبان يعني شواهد كويسة بالنسبة لأداء هذا اللاعب. خسارة الإسماعيلي لجهود اللعيب لما اطرد،
انا شايف برضو دي هتكون حالة سلبية بالنسبة للنادي الاسماعيلي ولازم يغطيها بسرعة. كابتن أسامة خليل نجم الكرة المصرية ونجم نادي الاسماعيلي بشكرك.